بغض النظر عن التفاصيل، التفاصيل احنا ما 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 يعني لا نملك عليها دليلا، بغض النظر عن تفاصيل الصفقات، في النتيجة أنا أشوف أنه إدارة الأهلي يعني فيما يتعلق بالعقود والاحتراف رائع بكل مقاييس، تحصل على ما تريد. أنا كمتابع معني بالنتيجة، التفاصيل هذه يعني عليها شد وجذب ودليل وحقيقة وغير حقيقة، النتيجة المحصلة النهائية اللي كمتابع ولجماهير الأهلي أنه في النهاية اللاعب اللي كنا نرغبه وقعنا معه مبلغ كبير مبلغ صغير بالاتفاق مع اللاعب مباشرة بالالتفاف على ناديه، في النهاية هو مسجل ومقيد في كشوفاتنا على الأقل الآن. فأنا أقول أنه إدارة الأهلي في هذا المجال حقيقة أنها تبرع، ولم تسجل على الأقل في ذاكرتي القصيرة أي سقطات تتعلق بعقود لاعبيها ومحترفيها والتفاوض معهم وتمديد عقودهم. ياسر مسيليم وقع مع عقد إلى 2020 قبل فترة، يعني 4 سنوات ياسر مسيليم، المفروض أي نادي الآن يفكر أنه إيش يخطفه، أي نادي يبغى حارس، هذا حارس منتخب أساسي وموقع مع العويس لـ 2022 6 سنوات، إذن هو أمن حراسته إلى على الأقل 6 سنوات.